بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار دعم وتقوية المكتسبات التحصيلية في مادة اللغة العربية للسنة الأولى بكالوريا جميع الشعب العلمية والتقنية، يسرنا عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن نقدم لكم مراجعة في مجال درس النصوص، والذي نستهدف من خلاله في هذه الحصة مفهومي التواصل والإبداع. وقبل التعرف على المفهومين، لا بد ومن باب التذكير أن نشير إلى ما المقصود بالمفهوم. المفهوم وسيلة لبناء المعرفة الإنسانية، يتأسس على التصور الذهني للأشياء، يقوم بعرض الظواهر المشكلة له، وهو يمتاز بالتجريد والتعميم، إضافة إلى قابليته للتحول والتغير حسب السياق الذي يرد فيه. ومن هنا نستنتج على أن المفاهيم متعددة في حياتنا المعاصرة. وكما أشرنا سالفاً أننا سندعم مكتسباتكم التحصيلية لمفهومي التواصل والإبداع. ونبدأ بمفهوم الإبداع، ونبدأ عفواً بمفهوم التواصل، وذلك من خلال تحديد مفهومه وأهدافه ومرتكزاته. التواصل هو تبادل الآراء والأفكار والمعلومات بين أطراف متواصلة، معتمداً على نظام من الرموز المتوافق بشأنها. والتواصل أيضاً هو عملية نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعارف والمعلومات. أما أهداف التواصل فهو يهدف إلى تنمية العلاقات الإنسانية. التواصل يتغيى تحقيق التعايش السلمي. التواصل يهدف إلى خلق مجتمع متماسك قادر على التحاور بشكل بناء. فالتواصل أساس تكوين الفرد واندماجه في ثقافة وهوية المجتمع. أما مرتكزاته فهي حسن الإنصات والقبول بالآخر وعدم مقاطعته، وهي ضرورة احترام المواقف الأخرى وغيرها. ولتقريب هذا المفهوم من أذهانكم، فإننا ننطلق بكم إلى نص الانطلاق من أجل تقوية وتدعيم المعارف المرتبطة بهذا المفهوم. وانطلاقاً من ملاحظة المؤشرات الثلاث، العنوان التواصل بداية النص، معلوم أن مفهوم التواصل نهاية النص، أعطى نفساً جديداً لديمقراطية محورها التواصل. نفترض أن النص سيبرز مرجعية ووظائف التواصل. وعودة أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى نص الانطلاق من أجل التعرف على مضامينه. التواصل، معلوم أن مفهوم التواصل وافد إلى الفلسفة المعاصرة من حقول معرفية، هي بالذات علوم الإعلام والتواصل واللسانيات، وقد احتضنه الفكر الفلسفي معتبراً إياه جوهر العلاقات الإنسانية بامتياز، ومحققاً لتطورها ووسيلة لنقل الثقافات البشرية، وأداة للتحاور والتبادل فيما بينها. ومفيد هنا التذكير بأن دراسات تتأسس على مسلمة فحواها أن وظيفة اللغات في المجتمعات البشرية، وكذلك وظيفة جميع الأنساق الرمزية بصفة عامة، هي التواصل أساساً. ووفقه فإن ظهور الوظيفة الرمزية عند الإنسان ونشأة التواصل الاجتماعي بواسطة الرموز يمكن أن نعدهما بمنزلة تلك اللحظة الحاسمة
في تاريخ البشرية التي تحقق فيها انتقال الإنسان من مجرد كائن طبيعي إلى كائن مؤسس للثقافة وحامل وناشر لها. انطلاقاً من هذا المنظور، فإن جميع مكونات الثقافة البشرية من لغات وأنظمة وعلاقات وعادات وآداب وأساطير تمثل منظومات رمزية، وظيفتها الأساسية هي إقامة جسور التواصل بين البشر. والحق أن المجتمعات الافتراضية المتمثلة اليوم في المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي أضحت تمثل لمجموعات كبيرة من الناس فرصاً كثيرة للتواصل والتعارف والالتقاء حول اهتمامات وقيم مشتركة لأجل نسج علاقات اجتماعية جديدة، فضلاً عن إمكانات إغناء معارفهم ومعلوماتهم في أجواء من الاستقلالية والحرية والأمان. ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة الارتباطات العامة بين الحواسيب في العالم بأسره، وإمكان الوصول الحر إلى الإنترنت والتكنولوجيا المتنقلة، وهذا يعد من دعائم ثورة اجتماعية جديدة مقبلة تجعل مجموعات واسعة من الناس يعيشون في أماكن نائية ومشتتة من الناحية الجغرافية، يتواصلون فيما بينهم ويحدثون تأثيرات ملموسة في الحياة الاجتماعية والسياسية. ولنا في ثورات شباب الربيع العربي أقوى دليل على أن المجال العمومي الافتراضي أعطى نفساً جديداً لديمقراطية محورها التواصل. ولكي ندعم مكتسباتكم التحصيلية حول هذا المفهوم التواصل، فإننا سنحاول أن نقدم لكم مقاربة للمضامين من حيث نوضح لكم من خلالها أهم الأفكار الواردة في النص. فإننا نجد الكاتب هنا عمل على تحديد مرجعية مفهوم التواصل وتبيان دوره في الحياة الإنسانية، كما وضح وظيفة اللغات والأنصاق الرمزية المختلفة والمتعددة في تحقيق التواصل، وأيضاً أكد على بروز أنماط جديدة للتواصل بفضل التكنولوجيا المعلوماتية، مقدماً مثالاً لها من خلال التواصل الاجتماعي عبر مجتمعات افتراضية. وعودة إلى النص ومحاولة استخراج بعض وظائف التواصل التي أوردها الكاتب في نصه، فإننا سنجد مجموعة من العبارات الدالة على ذلك، منها أن التواصل وسيلة لنقل الثقافات البشرية، أن التواصل أداة للحوار والتبادل، أن التواصل يساهم في إغناء المعارف والمعلومات. ومن هنا أعزائي عزيزاتي نستخلص أن التواصل في زمن العولمة والتكنولوجيات الجديدة أصبح له دور كبير في حياة الناس وتطوير أفكارهم ومواقفهم، وذلك بظهور فرص كثيرة للتواصل أسهمت في العديد من التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية، مما يجعله يؤدي وظائف متعددة من أهمها وظيفتين. أولاً، وظيفة معرفية تتمثل في نقل الأفكار والرموز الذهنية وتبادل الخبرات والأساليب اللغوية وغير اللغوية في المكان والزمان المحددين من طرف التواصل. ثانياً، وظيفة تواصلية تقوم على تنمية العلاقات الإنسانية، مما يلعب دوراً أساسياً في تكوين الفرد.
من هنا أعزائي التلاميذ نكون قد قدمنا لكم مجموعة من المعطيات المرتبطة بمفهوم التواصل، وننتقل الآن إلى المفهوم الثاني، مفهوم الإبداع، وذلك من خلال تحديد تعريفه وتحديد أهدافه وتحديد مرتكزاته. الإبداع هو الإيجاد والخلق والابتكار. الإبداع هو مجموعة من القدرات الشخصية والنفسية والعقلية التي يتصف بها المبدع، فتجعله متجاوزاً المقاييس العادية من خلال أعماله في الأدب أو في الفن أو العلم وغيرها. الإبداع هو القدرة على خلق وابتكار أشياء ممكنة. وبانتقالنا إلى تحديد أهدافه، فإننا نجد الإبداع يهدف إلى خلق شيء جديد غير مسبوق. نجد أيضاً أن الإبداع يهدف إلى تغذية المخيلة الإبداعية بغية تطوير قدرات المبدع. أما مرتكزاته، فإن الإبداع يرتكز على الإرادة القوية للمبدع وعطاءاته، أن الإبداع يرتكز على توفير الشروط الضرورية للفرد من أجل تنمية قدراته الإبداعية. ولإغناء رصيدكم المعرفي، نأخذكم إلى نص الانطلاق لمؤلفه عبد الستار إبراهيم بعنوان المبدع، وبداية من ملاحظتنا للمؤشرات الثلاث. العنوان المبدع، بداية النص: الشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير. نهاية النص: ينفر من تكرار أفكار الآخرين وحلولهم التقليدية للمشكلات. من هنا نفترض أن النص سيبرز خصائص ومميزات الشخص المبدع. وعودة إلى نص الانطلاق، ومن أجل وعودة لنص الانطلاق، ومن أجل ضبط مضامينه نستهله بقراءة معبرة. المبدع: الشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد، فهو يعي الأخطاء ونواحي القصور، ويحس بالمشكلات إحساساً مرهفاً، مما يزيده الفرصة لخوض غمار البحث والتأليف، فيسير نحو الإبداع الخلاق. وقد بيّنت دراسات شملت العلماء والأدباء والفنانين أنهم بالفعل من ذوي الإحساس المرهف في إدراك التغيرات ونواحي القصور. وبداية من هذا الإحساس تنطلق إمكانياتهم نحو سد الثغرات أو فهم الغموض المحيط، إما برواية أو نظرية علمية أو بقصة. ويتحدث بعض العلماء عن هذه القدرة بمصطلحات أخرى كارتفاع الوعي، فالمبدع يرقب الأشياء التي لا يرقبها غيره كالألوان وملمس الأشياء واستجابات الآخرين. وبعض الفقرات في الصحف اليومية، وبعض الثغرات في الأفكار الشائعة وغيرها. وهو بهذا المعنى أكثر تفتحاً على بيئته، ويقوم من خلال مجهوداته الإبداعية بعد ذلك بدافع من تلك الأشياء إلى فهمها ووضعها في إطار آخر. إن الشخص المبدع ذو تفكير أصيل، أي أنه لا يكرر أفكار المحيطين به، فتكون الأفكار التي يولدها جديدة إذا ما حكمنا عليها في ضوء الأفكار التي تبرز عند الأشخاص الآخرين. ويمكن الحكم على الفكرة بالأصالة في ضوء عدم خضوعها للأفكار الشائعة وخروجها عن التقليد
وتميزها. والشخص صاحب التفكير الأصيل هو الشخص الذي ينفر من تكرار أفكار الآخرين وحلولهم التقليدية للمشكلات. من هنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نحاول أن نقرب لكم أهم المضامين الواردة في هذا النص. سنجد أن الكاتب عمل بداية على تحديد المقصود بالشخص المبدع، لينتقل بعد ذلك إلى توضيح أن العديد من الدراسات أكدت أن المبدعين قادرون على إنتاج الجديد، ويختم نصه بذكر مجموعة من الخصائص المرتبطة بالشخص المبدع. ولزيادة بعض المعطيات والمعلومات المرتبطة بهذا المفهوم، فإننا نعود بكم إلى النص مرة ثانية من أجل استخراج بعض مميزات الشخص المبدع، حيث نجد أن الكاتب قد وظف مجموعة من العبارات الدالة على ذلك، من أهمها أن الشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد، أن الشخص المبدع ذو تفكير أصيل، أن الشخص المبدع ينفر من تكرار أفكار الآخرين. وخلاصة لما سبق أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، فإن الإبداع هو حصيلة عدد من العناصر الداخلية والخارجية التي يجب توافرها في الشخص المبدع، والتي تشكل خصائص الإبداع المتعددة، كالتحرر من قيود الزمان والمكان والاستثمار الأمثل للطاقات العقلية الخلاقة في حل المشكلات التي اعترضت الإنسان عبر التاريخ، مما يجعلنا نؤكد أن هناك قواسم مشتركة بين المبدعين، منها الثقة بالنفس، الاستقلال بالشخصية، القدرة على العمل والإنتاج، تنظيم الوقت، تحمل الضغوط، وغيرها من القواسم المشتركة. وفي ختام هذه الحصة، أرجو من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من خلال ما تضمنته من معطيات مرتبطة بمفهومي الإبداع والتواصل. ولا يسعنا في الأخير إلا أن أشكر حسن إصغائكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.